مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ووحشتوني. كل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه رمضان ولمه رمضان والاهل والعيله. وطبعا كالعاده يا رب، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تمحو بها ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب عوايد بعد ما تتقطع ربنا يخليكي ليا. دي هديه صاحبتي وصديقتي يا حبايب قلبي، كل سنه ما تحرمش منك يا محمود، ربنا يخليكي ليا وربنا يوسع عليكي ويعد عليكي بخير انت وولادك وعلى كل حبايبك. ومع بعض يا حبايب قلبي بنشوف مجموعه شركات الوادي لتنميه الصناعات الغذائيه مطر احمد حبون. الحاج احمد حبون ده الاصل سنه 1992. دي يا حبايب قلبي صاحبتي وصديقتي، حبيبه قلبي وحبيبه عمري، ام محمود زوجة الحاج احمد حبون من مرسى مطروح. اتعرفت عليها في اطهر بقاع الارض، اتقابلنا من 6 سنين او 7 سنين في مكه في الحج. اتعرفت عليها في مخيمات الحج واحنا بنحج في سنه من السنين، وصارت صاحبتي وحبيبتي وصديقه عمري واختي اللي ما خلفتهاش امي زي ما بيقولوا. وكل سنه ما تحرمش منها وهي طيبه، وكل سنه وهي وجوزها طيب ولادها طيبين، وكل سنه وانتم طيبين. وهنبدا مع بعض الهديه يا حبيب قلبي، نفتحها ونشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف مع بعض الهديه فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي، واو ما شاء الله تبارك الله. ده تمور الوادي ما شاء الله تبارك الله، ده تقريبا يا حبيب قلبي تمر محشي حاجه، محشي حاجه محشي ده جزء فراوله، هو التمر بالفراوله تقريبا. ونفتح مع بعض كده واحده ونشوفها ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دوق كده يا ابو يوسف، حبيب قلبي تمر برضو محشي بالمكسرات. نفتح مع بعض برضو كده واحده على الكاميرا ونشوفها. اهو يا حبيب قلبي ما شاء الله تبارك الله، ده تمر محشي لوز زي ما انتم شايفين كده، ده بندق، بندق ولوز. ونيجي يا حبيب قلبي مع بعض كده نشوف حاجه تانيه. وده يا حبايب قلبي ما شاء الله مكتوب عليه نعناع سيوة، حبيبتي يا ام محمود ربنا يخليكي ليا. وتر برضو حبون نعناع سيوة، ده نعناع اخضر مجفف بيزيل رائحة الفم ويهدي الاعصاب، منشط للقلب والدورة الدموية، مفيد جدا للاطفال الرضع ما شاء الله تبارك الله. ده يا حبايب قلبي كركديه اهوت برضو، طبعا انتوا عارفين فوائد الكركديه، خافض ضغط الدم المرتفع، تنشيط عضلة القلب، علاج لعسر الهضم، علاج للزكام ونزلات البرد. صوري معايا كده بقى يا موسف. وده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين تمر محشي ومغطى بالشوكولاته البيضاء بالفراوله وبالقهوه. نفتح مع بعض كده برضو ونشوف ما شاء الله تبارك الله. حاجات على مستوى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بالشكل ده ما شاء الله تبارك الله. وبرده بنفتح واحده، دي تقريبا شوكولاته ما شاء الله تبارك الله. وبرده كده بنحط الحاجه مع بعض. وده تمر فاخر محشو بالمكسرات، نشوف مع بعض برده. ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي، والى ما تحرم منك ويوسع عليكي ربنا ويخلف عليكي بالحلال انت ولادك، ويبارك لك فيهم ويهدهم لك هم واولادي ولاد المسلمين. يخلي لك محمود ومصطفى وفرج، ويا رب يرحم والدتك يا رب وينور قبرها هي وباباكي، ويخلي لك اخواتك. ده طبعا يا حبيب قلبي برده تمر بالفراوله، وده بالقهوه مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. وده يا حبايب قلبي برضو تمر برضو اهوت، بس تقريبا ساده مش محشي حاجه، سكري مش محشي حاجه ما شاء الله تبارك الله. وده طبعا ده ما شفتوش غير في السعوديه، ربنا يوسع عليك يا ام محمود ويزيدك من واسع فضله يا رب، ويجعل في ميزان حسناتك يا حبيبه قلبي. وده طبعا يا حبايب قلبي برضو النوع تمر نصف جاف، نفتح مع بعض كده ونشوف.
تمر محشو بالمكسرات ومغطى بالفراولة، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك من واسع فضله يا ام محمود، يزيدك من واسع فضله ويوسع عليك وعلينا وعلى كل مسلم، ويجعل في ميزان حسناتكم يا حبيبة قلبي، ما شاء الله تبارك الله. وندوق مع بعض حاجة فخمة قوي، ما شاء الله تبارك الله، كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي، ربنا يوسع عليكي وعدم تتقطع يا رب، اجعلك في الخير والزيادة، ويبارك لك في ولادك وفي صحتك يا رب. كل سنة ثواني هنا كده معاك يا حبيب قلبي، دي كمان علبة نفس تقريبا نفس ال، لا ده مكسرات تقريبا نفس العلبة اهوت، ومعاك يا حبيب قلبي ده تبر برضو، ده تمر سكري ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالجمال والحلاوة دي، يكفي يا حبايب قلبي ان هي فاكراني، وده تمر اهو برضو ناشف، تمر ده بتاع الخشاف، واحنا قلنا بنعمل احلى طبق خشاف مع بعض، نحط عليه قراصية ومشمش وتين، وده يا حبايب قلبي زيت زيتون، انضف حاجة اللي هو بكير ده، انضف حاجة حتى في السعودية ما كنتش بجيب اللي هو برضو زيت زيتون ممتاز، بكير ده عصرة اولى يا حبايب قلبي، ومش هنقول لكم على فوائد زيت الزيتون، فوائد زيت الزيتون ما شاء الله كتيرة جدا متعددة، الله لما تعملي بيه الفول، لما تقلي بيه البيض، حطيه على اي اكل، بس المهم انك ما تسخنيهوش، ده زيت زيتون اهو، عشان بس خايفة لا يتكسر خسارة، ونشوف يا حبايب قلبي مع بعض، ما شاء الله ده زيتون اسود كلماطة مخلل عدوي طبيعي، ده الزيتون الطبيعي يا حبايب قلبي بتاع مطروح، ما شاء الله شايفين الحباية عاملة ازاي، جميل جدا، وعايزه اقول لكم لسه عندي من بتاع السنه اللي فاتت اللي هي كانت لسه بعتهولي برضو، جميل جدا جدا جدا، وما جرلوش اي حاجه، حطها على الرخامه ولا حطها في تلاجة ولا حطها في اي حاجه، ما جرلوش اي حاجه، مش بشكر في منتجات عشان هي صاحبتي، لا والله هي والله ابدا، هي فعلا منتجات حلوه ونظيفه وزي الفل، وتستاهل ان الواحد يشتري منها ويعني ويخزن منها كمان في البيت، ده طبيعي اهو يا حبايب قلبي، وده اخضر زيتون اخضر ما شاء الله، زي ما انتم شايفين رايق جدا اهو، برضو زيتون انتاج ودعبات مصنع الوادي للتمور سيوة، الكيلو 2، الكيلو 3، طريق مطروح سيوة، سيوة تليفون كذا، فاكس برضو كذا، ده يا حبيب قلبي والله ما عندي لسه منه من السنة اللي فاتت ما شاء الله عليه، ربنا يخليك ليا يا ام محمود، الى ما تحرم منك. واو بقى على المفاجأة اللي أول مرة في حياتي أشوفها، مربى البذنجان يا حبايب قلبي، أول مرة في حياتي أعرف إن البذنجان بيتعمل منه مربى، والله أول مرة أشوفها، وهندوقها ونبقى نقول لكم مع بعض، نبقى ندوق وكده ونقول لكم مع بعض إيه يعني حلوة مش حلوة، أول مرة أعرف إن البذنجان الأسود بيتعمل منه مربى، شكلها تحفة أهو زي ما أنتم شايفين، اللي شافها هو المربى التين، وربنا ما يحرمني منك يا حبيبه قلبي، ويدوم المحبه والصداقه بينا يا رب، وما يحرمنيش منك ابدا، ويوسع عليكي ويخلف عليكي بالحلال يا رب، وده طبعا برضو يا حبايب قلبي تمر اهوت، تمر سوبر بتاع سيوه برضو ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين موضحه منكم على الكاميرا كده، حاجه فوق الخيال، وربنا يخليكي ليا يا ام محمود، وما تحرمش منك ابدا، ويزيدك من واسع فضله، ويكبر بخاطرك يا حبيبه قلبي، يجعلكم في الخير والزياده، ويبارك لك في ولادك، حبيب قلبي محتويات الكرتون زي ما شفتم كذا نوع، تمر اللي بالشوكولاته والكركديه والنعناع وزيت الزيتون والتمر السكري، وده برده تمر سكري والكركديه والنعناع زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو يا حبيب قلبي، دي كلها محتويات الكرتون، ربنا يخليكوا ليا وانا من غير دعمكم ولا حاجه، وبقى واللي ما اشتركناش في القناه يشترك لنا في القناه، وشجعونا بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، والى اللقاء في فيديو اخر، ودمتم في امان الله.